البدايه راح بتكون مع الفنانه التشكيليه مها ابو شقره. اهلا وسهلا فيك ست مها، شرفتينا. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ست مها، شرفتينا اكيد. بدايه حكايتك مع الفن التشكيل كيف بديت وين وصلت؟ انا بلشت من انا وصغيره، يعني انه انا كنت بحب الرسم وبلشت ارسم وبعدين قررت انه فوت على الجامعه، فعملت ادب عربي قبل لانه كان وضع لبنان ما كتير منيح وكان في حرب، ورجعت كفيت وتخرجت حوالي 96 ورجعت كفيت هلا انه عم كفي ماستر خلصت. وكان بهيدا الوقت انه كنت عم حضر لهيدا المعرض اللي يلي عم نحكي عنه. نعم. ست مها، ذكرت الادب العربي وقلت انه بوقتها يمكن الوضع بالمنطقه ما كان بيسمح للفنون التشكيليه. نعرف انه من وقتها لهلا مش هالقد الاشياء تغيرت، ولكن نحن بنحاول نهرب من كل شيء سيء حوالينا من خلال الفنون، فحسيت انه هلا الوقت او انت ما بقى قادره تنطري وحابه ترجمي هالاحاسيس الحلوه بالفن. انا من انا وصغيره يعني كنت ارسم لحتى اكون عم بهرب من واقع، وكل واحد عنده هاي الحاله بتصور انه بيكون حدا يعني يا فقده يا انحرم منه. فانا سابت كان عمري 2 وقتها توفي والدي، ما خبروني انه هو مات، خبروني انه هو سافر بال 97 وقتها كنت يعني بال 7 سنين عفوا، فخبروني انه هو مات. فكانت حالي كثير صعبه علي وبعدني هلا بتاثر بس خبرها، رغم انه انا طلعت وعملت هيدا المعرض وكنت عم بتجاوز كثير اشياء، بس بعدني وقتها احكي عنه بحس يعني انه في حرقه اكيد. فانا كنت عم انتظر هيدا البي، كنت عم بتخيله انه كيف بدي شوفه، كنت عم بتخيل حالي انه شو بدي البس حتى اكون عم بستقبله. ف من هيك يمكن لهيدا السبب عبرت عن هيدا البينتينج. من هيك يمكن كثار من يلي شافوا لوحاتك قالوا انه في حزن واضح. هو في حالتين، لانه الولد حتى لو كان انه كثير حزين بلاقي مكان انه حتى هو يكون عم يبرز فرحه. مزبوط. انه بكون عم يلعب، بكون عم يعمل يعني اي شيء بس بكون عم بيعبر عنه بفرح. نعم. حتى بالالوان انا كنت عم بشتغل حتى على الالوان يلي هي متناقضه، يلي هي انه مثل البنفسجي ومثل الالوان يلي هي كثير دافئه، مثل اللون مثل لون برداني، انه حتى مثل اللون مثل لون الضوء يعني. نعم. يلي هو اصفر. معرض تجاوز هو ثاني معرض لك لوحدك، تحكي لنا شوي عن المعرض ست مها. هيدا المعرض هو المعرض الثاني. المعرض الاول كان هو بورتري بال 2008، في كثير فرق بين الاول والثاني ست مها. صح، لانه مرقت ظروف معينه ورجعت عملت هيدا المعرض. نعم. هيداك كان بورتري، كان بيمثل لانه انا بالسنتين ما بتذكر بيي بس بتذكر حالي كثير اثرت فيي، انه وقتها اجى خالي حامل الصوره صوره بيي وشفت امي عم تبكي. فكانوا كلهم هيك. نعم. كانوا كلهم بورتري. فهيدا المعرض كان حالي ثاني، كنت انا عم ببحث عن جوا لحتى اكون عم رمم حالي حتى اوجد وجهي، حتى اوجد هيدا الوجه من خلال هيدا البي يلي انا ما شفته. فكنت عم حاول كون عم فتش حتى بالكلمات، كون عم كبر دنيا لحتى اسمع كل خبريه عنه. كنت حتى يعني انه عم كبر عيوني لحتى اشوف انه حتى كل شيء انه في بالبيت منه. فكانت حالي هي بذات الوقت كانت حالي انت عم تنبشي شيء قديم. صحيح. فبذات بس عم بتحاولي تتخطي هالمرحله. بالضبط. هي هاي المرحله بذات الوقت هي مرحله خاصه، يعني المرحله عامه. يعني لانه بتشوفي الكل هلا في مثل هيدي الحالات، فانت بعدها تبحشي جوا وتفتشي
بتكوني عم بتظهري كل هيدا الشيء عندك، بتكوني عم تتعافي، بتكوني عم ترتاحي، بتكوني عم تلاقي هيدا الضوء يلي يلي كمان انا بعتبر انه يلي اوجدته هي كمان يعني الانسانه يلي وقفت حدي يلي هي امي. نعم. ويلي كثير مبينه هلا وقت نشوف اللوحات حتى بنحكي عنها يعني لانه كثير واضحه هي حتى يعني انه حتى اكثر مني باللوحات يعني باوائل اللوحات. رح نشوف اللوحات سوا نحن والمشاهدين ونعلق عليهم. هيدي اللوحه بتبين هون حاله التناقض يلي هي هيدي البنت يلي بالفستان يلي عم توقع وهيدي البنت الصغيره يلي هي بالزهر يلي خلص صارت عم تقول انا بدي اطلع لهيدي الحياه. نعم. وهيدا الباي يلي هي خلص شافته انه مات وبذات الوقت حتى لو مات هي فيها تكفي هيدي الحياه فيها تنطلق بشكل انه بشكل ايجابي. نعم. بتكون عم تتعلم انه حتى من هاي التجربه يلي هي عاشتها الايجابيه كثير واضحه بهيدي اللوحه ست مها من خلال الالوان يمكن يلي استعملتيها. بدي اعرف شو استعملتي ماتريال هيدي الماده هي أكريليك. في بعض اللوحات حتى كنت عم استعمل فيهم الباستيل الزيتي بس هيدي لا أكريليك. بس أكريليك ببين فيها انه حتى الخطوط يلي هي بذات الوقت انه فيها حاله الكومبوزيشن بذات الوقت فيها الحاله التعبيريه لانه انا عم بوصل عود انه هيدي العلاقه يلي هي نعم. ما عادت موجوده. نعم. شوف اللوحه الثانيه الموف عم نشوف هون كتير طاغي مثل ما قلتي مزبوط هون لأنه كتير ببين هي البنت اللي عم تاخد قوتها من هيدي الأم يلي هي ورا يلي هي حسب ما مبين في بعدها هيدا الطفل يلي هو الخاي لأنه هن عبارة عن ولدين كانوا هيدي البنت يلي هي قررت يعني أنه تنطلق إذا بتلاحظي أنه في بلون أول وفي بلون تاني وفي بلون ورا. نعم. فهون منشوف هيدي البنت حتى لو كانت صغيرة حتى بألوانها حتى لو ورا أنه في لون الفيولي بس هي خلص انطلقت وأنا بقول يعني أنه أنا مش عم بوعظ أكثر من ما أنه عم بقول أنه الإنسان ممكن كتير يعني أنه يفوت بمراحل أنه يعني أنه كتير يتضايق بس لازم نتخطاها ونتجاوزها. صحيح. منتابع مع اللوحة الثالثة هلا انا حسب ما سميت في هيدي الاوتو بورتري دو مونوتر يلي انا كنت عم بكتشف فيها عم بكتشف حالي شخصيه يعني الاخر في هي يلي هي شخصيه الباي. نعم. يلي هي مبينه بالايد واللي اذا بتلاحظ انه هو مش موجود يعني بس موجود انه هيدي الام يلي هي بتلاحظيها انه في شكل تريانجل واللي هي طالعه يعني بالفضاء واللي هي عم واللي هي عم بتقويني. هون انا ما مبينه ما كنت عم بين بفترات لانه انا بفتره قبل انا قررت انه ببين انا قررت انه سكر تمي وهودا اكثر شيء يعني انه كون عم اطبو هو اكثر شيء مبينين بالاوتو بورتري وقررت انه ابعد وحس انه كانه انا عم بقاصص يلي حولي لانه هني كذبوا علي بمرحله من المراحل يعني انا شفت بهيدي اللوحه شويه حزن بالالوان مش مثل اللوحات اللي قبل بما انه انت عم تقولي ما كنتي موجوده باللوحه هيدي كانت بدايات اللوحات اذا بتلاحظي انه في اللون يلي هذا الشخص يلي مرسوم باللون الابيض هو بيعبر عن الموت هو يلي مثل الشبح يلي هو سيمبول لانه انا كنت عم بشتغل اكثر شيء اذا بتلاحظي انه في رموز على الكود فبتلاحظي انه ايه في حاله يعني ما انا مرتاحه حتى لو في الوان انه انا دخلتها فيها شوي فرح الشخص الابيض مبين كانه مشنوق وابيض يعني كاسبر جدا واضحه المسج عندك بس بدي اسالك ست مها عن هيدا الشخص اللي عشمال اللوحه شفته يمكن بثلاث لوحات اللي قطعوا مزبوط انا دائما كنت خاف لانه دائما الانسان وقت يفقد انه هيدا السند بصير عنده قلق بصير عنده خوف ودائما عنده بهيدي الحياه بيصير كانه زين ما كثير قوي صحيح ما انه كثير قوي فانا دائما يعني باللوحات يعني بتلاحظي هيدا الشخص يلي ما انه واضح يلي انا دائما عم حس واللي ما في عم بخوفني اي وبالضبط اللوحه اللي بعدها بننتقل لها
هيدي اللوحة كتير واضح فيها حالة الموت وحالة هيدا السكلت، وإذا بدنا نقول عنه يعني إنه في روح على جهة اليمين يلي هو الباي، والبنت يلي هي قررت يعني بعد ما شافت إنه هو ما بقى موجود فلبست هيدا الفستان ولقيت إنه ما بقى له داعي فبرمت حالها يعني كأنه هي وقعت. هلا أنا على طول إذا بتلاحظوا في علاقة بين يلي عم يقلب هيدا الشخص اللي عم يقلب إنه في ولادة وبذات الوقت إنه هي في سقوط، إنه هاي الحياة والولادة يعني إحنا عم نعيشها على طول في حالة إنه في حالة موت وفي حالة حياة. صحيح، هيدا سنة الحياة. هون مبين رغم إنه الألوان كتير فرحة ورا، بس هون مبين هيدا الشخص يلي ميت واللي حملينه واللي حملينه هيدا هودي يعني إنه هودي الأشخاص. البنت حتى ما مبينة، إذا بتلاحظوا كتير صغيرة ما مبين حتى تعبيرها، ما أنا عارفة شو بدها تقول لأنه هي ما أنا عارفة هي شو أصلاً. هي مين. بعدين في أسئلة كتير وقتها يصير في موت، إنه بصير الولد يسألها إنه أنا ليه جيت، إنه أنا ليه مات بي، إنه أنا ليه مش مثل الناس التانيين، شو هي الحياة، شو الله. وياما هالأسئلة ما منكون قادرين نجاوب عليها، منحاول نهرب منها. وما بعرف بالحالات النادرة اللي الأهل بيكون عندهم جواب مبطن على الموضوع قد فينا نقنع هالولاد بالشي اللي عم نحاول نفسر لهم. هلا في شيء كمان كتير خطر، لأنه كمان يلي بيموت زوجة أو بيموت أحد كتير قريب، ما هي كمان بتكون عم تتألم. صحيح. ما هي كمان بتكون متضايقة، هي كمان بتكون ما عم تقدر تعبر. صحيح. هي فلهالسبب كمان إنه بيكونوا يعني إنه هن اتنيناتهم بدهن حدا يكون عم يسندهم ويقويهم. فكتير مهم. أنا مثلا يعني إنه عملت نوع يعني إنه من العلاج بالفن. العلاج بالفن كتير مهم، لأنه أنت وقت تعبري حتى أي شخص بيكون عم بيظهر هيدي الطاقة اللي هي سلبية لطاقة إيجابية، يعني بيكون عم بيعالجه. هيدي هون كتير واضح. هيدي هون كتير واضح الشيء اللي عم بحكي عنه عن الولد، لأنه يعني إنه بكل رسوم الولد بتحسي فيك تشوفي هول الأشياء، إنه هاي العيون الكبيرة إنه لأنه هي عندها قلق وعندها خوف. هيدا التم يلي هو مثل السجن واللي هو مقطب يلي هي ما بقى بدها تكفي الحياة، قررت انه هي ضلها بعيدة. والألوان ست مها يعني في كتير تداخل بالألوان بهيدا الوجه. هيدي الألوان المتناقضة أنا عملتها لأنه حتى لو في يعني بين الحار وبين البارد، لأنه هو كمان بيكون عم يعكس لك هيدي الحالة يلي هي هيدا حالة القلق، حالة الخوف، حالة الموت، الحالة النفسية اللي أقع فيها. بالضبط. نعم. يعني واضح أنك عبرتي عن الحالة النفسية بالألوان، وفعلا الصور جدا واضحة ست مها. هون بتحس هون بتشوفي عن جد أنه كان في سجن هي حطت حالها فيه. لأنه كمان في شغلة وقت يموت الباي وما يخبروا يعني ما يقولوا يعني بفكر الولد وكأنه هو زعل منه فال يعني فما بيفهم فلازم يعني نقله. يعني انت تسمعها كنت بتفضلي انه يقلولك؟ طبعا بفضل هلا اي حدا انه يقولوله للولد ويكون عم بيعبر عن حالة الحزن مثل اي شخص. منشوف هون كتير واضحة أنا هيدا الإنسانة يلي عشمال يلي هي مثل جمجمة إذا بدك يلي منا عايشة وبذات الوقت أنا وقت خبروني إنه مات بي كنا عم نلعب، فهون كتير واضحة إنه كنا عم نلعب يعني، وخبروني إنه هني ولاد كنت عم بلعب أنا وياه هون، فقالوا لي إنه أنت بعدك مصدقة إنه بيك ميت، إنه هو بيك مسافر، إنه هو على كل حال الألوان الغامقة واضحة كانت بهذه. هيدي كانت الصورة. أول لوحة. أوكي. هون كتير واضح كان هيدي العائلة اللي هي أربعة اللي بطلت كتير ثابتة لأنه الرجال اللي على جهة اليمين ما عنده جسم ما إنه واضح، والمرأة هي اللي كتير قوية واللي كتير مهمة بحياتي واللي هي لولاها أنا ما كنت كفيت حياتي. واللي عملتها مثل ملكة يعني، بس أنا كنت أول شيء كتير مبين إنه في تقطيب بالوجه
بتقطيب بالتم. وهي ما فيها حياة لأنه كمان أنه هي لونها أبيض يعني صحيح. بس كمان في أولاد وراك وهيدا الشيء بيرمز للفرح. نحن بنعرف قدي الأولاد بيغيروا لنا مودنا قدي هن بيكونوا فرحين أساسا. ويمكن هيدا الشيء اللي فقدتي ولكن موجودة هالفرحة باللوحات. عطول في أولاد عطول في بسمة في هالإنسنس اللي بيكون بتكون عند الأولاد. هلا حتى لو انت ما كان في عندك اولاد, حتى لو انت ما حسيتي بهيدا الشعور لانه انا كنت خاف حتى يكون عندي اولاد لحتى ما يعانوا اللي انا عانيته, بس بذات الوقت انا بحس معهم لانه انا شعرت بهيدا الحال بهي الحاله. نعم. ست مها بهيدا تاني معرض قلتي لك ومثل ما شفنا فيه لمسه حزن وذكرتي انه اول معرض كمان فيه لمسه حزن. بما أنه تجاوزتي وسميت المعرض تجاوز, ممكن بأعمالك الجاية نشوف شوية فرح شوية يمكن تفاؤل ونسيان؟ على فكرة يعني أنه هني وجهان لعملة واحدة لأنه أنا بعد نهايد يعني أنه هاي الإنسان يلي أنا طلعت من هيدا المكان من هيدا المعاناة, والمعاناة هي بتخلق حالي حتى جديدة يعني. فأكيد أنا رح يكون عندي أشياء جديدة وأشياء فرحة لأنه بعدنا أنا عم كفي حياتي يعني, وخصوصي أنا هلأ معكم طبعاً أكيد انبسطت كتير بهاي نحن كمان انبسطنا فيك كتير ست مها أبو شقر الفنانة التشكيلية. بتوفيق إن شاء الله. مرسي. واللوحات كانوا كتير حلوين. Thank you لوجودك معنا. مرسي. نورتينا وشرفتينا. وبعد الإعلان رح ينضموا لنا نادين عبلة ونور حمزة. خليكم معنا.